هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت. راح أحاول أحكي عن العواطف وما يخبئه لك هذا الشهر، وكما عودتكم أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع، وفي احتمالية أن تكون القراءة عكسية. كل ما يعني كان في شخص آخر بالقراءة، كل ما كانت البوسيبيليتي أو احتمالية أن تكون القراءة عكسية. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، تفعلوا زر الجرس اللي بالقناة. الناس اللي بدأت تتواصل معي بقراءة خاصة تبعت لي على الإيميل الموجود بصندوق الوصف، وشكرا لكم. وفي جديد راح أعمله عن قريب إن شاء الله، راح أعمل أبليكيشن على الهواتف فيها قراءات، رح تكون فيها قراءات للتاروت. فيكم انتو تختاروا القراءات الخاصة تبعكم. برج الحوت، بداية يعني برج الحوت عم شوفك كأنه عم تتمنى شيء بشدة وبتريده بشدة، ممكن واخد وقت لحالك يا برج الحوت، عم تفكر بدك نصر، خاصة هذا الذي أراه بهذه القراءة. بدك أنه تنتصر على شخص كأنه كان حبيبك، كنت بتحبه، كنت بتعزه يا برج الحوت، كنت بتحطه بمقام كتير عالي، بس هذا الإنسان مات بقلبك، أو في غدر، حسيت بالغدر يا برج الحوت. أنا لهيك عم شوفك عم تدعو، وبدك نصر، بدك فتح يكون هيك في عدل. كمان عم شوفك يا أو طاقة الحبيب، عم شوف الحبيب مبتعد عنك كليا، عم يهتم لكتير أشياء بالحياة، ممكن يهتم لموضوع العمل. عم شوف هذا الشريك همه الوحيد بهذا الوقت هو العمل. ممكن انا عم شوفكم، خاصة طاقتك انت يا برج الحوت، عم يطلع لي في ابتعاد عن الحبيب، وعم يظهر لي انه يعني في اشياء او مخلفات انت حاملها بقلبك يا برج الحوت. عم شوف كذلك الحبيب مبتعد عنك وعم يهتم لموضوع العمل، عم يهتم لكتير من الاشياء، وممكن يعني هو يتمنى أن يتحقق له أشياء كتير عديدة بالحياة، هو بيشتغل عليها حاليا، مهتم أكتر للعمل. عم شوف كذلك حتى مشاعرك نحو هذا الشخص، بالرغم من أنك يعني تنوي أنه تدور الوقت أو تدور الأيام ويرجع لك هذا الشخص ويتمناك ويترجاك، عم حسك يا برج الحوت كتير حاسس بخسارة، بس عم شوفك بدك انت هذا الانسان يعني يطلب السماح منك. هذه يعني نيتك انت يا برج الحوت، انه يطلب السماح منك يترجعك. كتير في اشياء من هذا القبيل بيطلع لي يا برج الحوت. اما هو انا عم شوفه عم يتذكرك، هذا الانسان عم يتذكرك بالرغم في انه بعد يعني ما نساك هذا الانسان، عم يفكر فيك كل ليلة. هذا الانسان عم يتذكر اللحظات الجميلة اللي كنتوا انتوا مع بعض. هذا الشخص ما قادر ينساك ابدا. عم شوف كذلك ممكن الأشياء اللي ما حبيتها فيه، ممكن هذا الشخص كان من برج الأسد. هذا الإنسان كان شخصية قوية، شخصية مستبدة، أوقات عم يفرض شخصية كتير عالية عليك، وعم يتعصب عليك، أوقات عم يكون دكتاتوري معك. ممكن هذا سبب الخصام بيناتكم، ما عم تتفقوا بالآراء، أو عصبيته ما عم تخليك إنه تكون معه بنوع من الاتفاق. كذلك عم يطلع لي على إنه هذا الإنسان شكاك جدا، عنده طاقة الشك والمراقبة والغيرة والتحكم فيك، لهيك أنت ما تحملت أبدا هذه الشخصية.
بس بتحبه يا برج الحوت، انت بتحبه لهذا الانسان. عم شوف في الطاقات او اللي بيطلعوا عندي، بيطلع عندي برج الثور، في برج الدلو، في برج السرطان، الاسد، هيك كل شيء. بس يعني في طاقات، يعني طاقات ترابية، نارية، هوائية وحتى مائية، يعني في كل الطاقات بهذه القراءة. عم يطلع عندي كذلك انه انت بتحب فعلا شخص متجدد، شخص هيك يعني مرح فرح، بحب الحياة، اوقات بحسسك انه انت شخص جميل، انه شخص ساحر، بحسسك بأنوثتك اذا انت امرأة. اذا انت رجل، يعني اذا انت يعني انت رجل، عم شوفك هذه السيدة عم تحسك ب على انه انت ملك، على انه انت عندك قدرات كتير عالية. عم شوف انه هذا الشخص اوكي عنده هذا الكوتي، يعني هذا الجانب المستبد، وعنده كذلك انه مرح. كذلك هو ما بحب فيك يعني انه شخص حالم جدا، بحسك انه منك شخص واقعي، بحسك انه منك شخص بتشتغل، بتفهم يعني ابتعاده واهتمامه بالشغل. بتحس كل الحياة كلها حب وكلها رومانسية، بحسك منك واقعي، بلومك على انه انت منك واقعي. بده تكون شوي واقعي وتكون انسان بتشوف جميع الجهات، ما تكون متعلق بس بصورة نمطية عادية. وكما عم شوفه كذلك بحب فيك انه غيور، انه اوقات يعني بتذاكره الى اذا غرت، وبتعمل له هيك افلام تبع الحب، وليش حكيت مع هذه المرأة، وليش عم يعني تتصل بهذه المرأة، وليش اطلعت فيك هذه المرأة. هذا للنساء، اما للرجال ذات الشيء كمان. يعني بحب فيك على انه انت شخص غيور، هيك بحس حاله انه ما مهتم فيه بزيادة. اما بما يتعلق بالنوايا، نيتك نحو هذا الانسان، ما عم شوف نيتك يا برج الحوت صافي تجاه هذا الانسان. عم شوفك يا برج الحوت تحمل شيء من الغصة بقلبك يا برج الحوت. حاسس حالك انه دمرك هذا الانسان، كأنه تركك وراح لا يهتم باشياء اخرى، ما حاسس ابدا براحة. ممكن انت بلشت تفكر انه يعني تكون بعلاقة اخرى، بلشت تفكر انه تخونه. ممكن هذا كذلك، حتى هذه الخيانة اللي بتطلع عندي ممكن تكون القراءة عكسية. ممكن الشريك هو اللي بيخون، اما يعني بهذه القراءة فانا عم شوف في خيانة وفي انتقام، بدك انه تنتقم من هذا الشريك. كذلك عم شوف يعني نيته هو او نواياه، عم شوف انه بده يرجع هذه العلاقة اذا ما كانت. انا عم شوف هذا يعني بهذه القراءة ما عم شوف هذه العلاقة انتهيت ابدا، عم شوف في رجعة، في عودة لتصفية امور كتير كانت عالقة بالسابق. راح يكون في عودة، في عودة إن شاء الله. بس يعني مستقبل العلاقة، هذا ورق مستقبل العلاقة. عم شوفكم عم تبعتوا رسائل لبعض، عم تحكوا مع بعض، عم شوف في اتخاذ قرارات حاسمة بيناتكم. يا إما تنهوا العلاقة يا إما تخلوها مع بعض. للبعض عم شوفهم في رجعة وفي فرحة بيناتهم، وللبعض منكم عم شوف في قطيعة نهائية. يعني هذه الرجعة اللي راح تكون يا تسول يعني مشاكلكم مع بعض، يا تنهوها يعني بصفة نهائية. أما للناس يعني العزاب، أحاول أحكي عنهم. Okay.
بما يتعلق بالعزاب لبرج الحوت، عم شوفهم حاليا يعني ما في شخص جديد بحياتهم، بس في كتير أشياء عم يهتموا فيها بالوقت الراهن. ممكن يهتموا بموضوع الدراسة، بيهتموا لمواضيع أخرى، بس بهذا الوقت ما عم شوف في دخول شخص جديد بحياتكم يا برج الحوت. كذلك عم شوف انه النصيحة انه تهتموا اكتر للعمل، تهتموا اكتر لكتير اشياء بالحياة، لانه الوقت او هذا الشهر من شهر ما عم شوف في شخص او قدوم شخص بحياتكم. رح احاول اخذ نصايح لكم يا برج الحوت. نشوف في احتفالات، في فرحة، عم شوف انا للبعض من يعني برج الحوت رح تكون في ولادة جديدة، ممكن ولادة طفل، حتى ممكن هذا هو سبب الفرحة والاحتفال اللي بحياة برج الحوت. كمان عم شوف اهتمام اكثر بالاطفال، اهتمام اكثر بالنفس. عم شوف انه هذا وعد انه السيتويشن او الـ يعني قضيتك بالحياة، او شو اللي حاصل بحياتك رح ينعدل ورح تكون العدالة. كمان عم شوف انه كل ما غيرت نظرتك للحياة وصرت ترى الحياة بمنظار اخر، غيرت فكرتك كذلك بالحياة، رح يتغير العالم تجاهك او نحوك. يعني هذه دعوة لك انه تغير فكرك اذا كان هذا الشخص لا يصلح لك، او كنت انت بسيتويشن او كنت بموقف يتطلب منك انه تغير موقفك بالحياة او نظرتك للحياة. فهذا يعني هذا الوقت المهم انه تغير نظرتك. عم شوف انه وعد انه رح تكون الامور لصالحك. عم شوف احتفالات، يعني في قراءة جيدة جدا بالنسبة لبرج الحوت. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا.